هذه صور مباشرة تأتينا من نيويورك، حيث حطت قبل قليل طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هناك، وسيبات يبيت الليلة في نيويورك على أن يمثل غدا صباحا أمام المحكمة ليستمع إلى التهم وليقول بأنه مذنب أو غير مذنب، ثم يعود بعد ذلك إلى مارالاغو في فلوريدا. ومن المقرر أيضا أن يكون للسيد ترامب كلمة فور عودته إلى فلوريدا. على كل حال ينضم إلينا الآن من نيويورك مراسلنا إياد الجغبير. إياد مساء الخير، مرحبا بك معنا. ضعنا في أجواء ما يجري في نيويورك. رئيس بلدية نيويورك يحذر من أي أعمال فوضى وأعمال شغب، كيف هي الأجواء؟ هل من المتوقع أن يخرج أو تخرج أعداد لا بأس بها من أنصار الرئيس السابق لإظهار التأييد له غدا أمام المحكمة؟ نعم مهند، أهلا بك وبمشاهدي سكاي من جديد. في هذه الساعة نشاهد هنا أعداد كبيرة لأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب توزعوا في مناطق مختلفة حول المكان والفندق الذي سوف يبيت فيه اليوم الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا البرج. لديه ثلاثة أبراج كما تحدثنا سابقا، لكن الآن تم إغلاق هذا المكان، فقط يسمح للصحفيين في الدخول. بعد قليل عند اقتراب قدوم الرئيس ترامب بعدما وصل مطار نيويورك، لكنه إلى الآن لم يصل إلى مكان إقامته، سوف يتم إغلاق الطرق أمام المركبات كذلك. لكن هناك حالة من التوتر لدى أنصار ترامب، يقولون بأن ترامب بأن هذه القضية هي قضية سياسية وليس قضية عدلية وأمام القضاء، وأنهم يريدون كذلك يؤيدون قول ترامب بأن هذا الملف سوف يمنع الرئيس بايدن، يريد منع الترشح الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذلك يتم اضطهاده سياسيا وهم هكذا يعتقدون. لكن دعنا نتحدث قليلا عن بعض التفاصيل. اليوم سوف يبقى الرئيس ترامب في هذا الفندق. أنصار الرئيس ترامب يقولون بأن الرئيس سوف يأخذ جولة في مركبته عند القدوم، لكن لم نتأكد من صحة هذا القول. بعد ذلك يوم الغد سوف يتوجه إلى المحكمة الجنائية في منهاتن، تبعد ما يقارب 15 إلى 20 دقيقة من هنا. في تمام الساعة الثانية والربع بعد الظهر سوف يدخل إلى المحكمة وسوف يقول رأيه فيما كان يقر بهذه الاتهامات أم لا يقر بها. لكن من المؤكد بأنه لن يتم وضع الأصفاد بيده، بحسب هيئة الدفاع التي تحدثت وقالت بأنها قامت بالتواصل مع الادعاء العام. النقطة الثانية، من المؤكد أنه لن يتم إيقافه غدا في المحكمة، لأن لديه مؤتمر صحفي في فلوريدا في تمام الساعة 8:30، وهذا يعني بأنه سوف يغادر من المحكمة مباشرة إلى فلوريدا وسوف يعقد مؤتمرا صحفيا للحديث حول القضية. إضافة إلى ذلك، تحدثت الصحافة المحلية بأن هناك نية لدى هيئة الدفاع بعد الاستماع لهذه التهم بأن تطالب القضاء بنقل هذا الملف ونقل هذه المحاكمة إلى مكان آخر. هيئة الدفاع لم تتحدث أين هذا المكان، لكن الصحافة المحلية تحدثت بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يريد الذهاب بهذه القضية إلى فلوريدا، لأنه يقول بأن الادعاء العام قام بتخصيص هذا القاضي لأنه يكره الجمهوريين وبأنه يكره الرئيس ترامب شخصيا، لذلك يتم تعرضه إلى الاضطهاد السياسي. إضافة إلى ذلك يكرر الرئيس ترامب بأن ما يتم ليس له علاقة بالعدالة، بأن وإنما هو انتقام سياسي من الجمهوريين وليس فقط من ترامب. هذا ما يسوقه الرئيس ترامب، فضلا عن أن حملة الرئيس ترامب أكدت خلال الأيام الماضية أنها تمكنت من جمع ما يقارب 4 مليون دولار خلال أقل من 24 ساعة. كانت حريصة مهند حملة الرئيس السابق دونالد ترامب أن تقول أن أكثر من نصف هذا المبلغ قدم من متبرعين جدد، وهذا يعني بأن المواطن الأمريكي وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لديهم ما زال لديهم الثقة في الرئيس السابق دونالد ترامب، لذلك كانوا يركزوا على هذه النقطة في بيانهم وأثناء خطابهم وحديثهم
الصحف المحلية. لكن نتوقع من هنا خلال نصف ساعة إلى ساعة أن يصل الرئيس ترامب، وسوف نكون معكم لحظة بلحظة لنقل هذه الوقائع مهند. نعم، وإياد البعض يذهب إلى أبعد مما أشرت إليه ويقول أن الرئيس ترامب يعني كان يتمنى فرصة من هذا النوع لحشد التأييد من جديد، للتمكن من جمع مزيد من التبرعات لحملته الانتخابية، وهذا ربما ما حصل وسيحصل عليه. لكن دعني أسألك عن مسألة نقل وقائع ما سيجري غدا في المحكمة على الهواء مباشرة، لأنه كما فهمنا عدد كبير من وسائل الإعلام الأمريكية توسلت إلى المحكمة، إلى المدعي العام تحديدا، للسماح لها بنقل وقائع مثول الرئيس الأمريكي السابق أمام المحكمة غدا. هل تم اتخاذ قرار بهذا الشأن؟ هل سنرى السيد ترامب غدا وهو يعني يعطي بصمات يده وربما يأخذ الصور الجنائية المعروفة بالماج شوتس باللغة الإنجليزية؟ هل سنرى ذلك على الهواء برأيك إياد؟ نعم مهند، دعنا نتحدث عن بعض التفاصيل ليوم الغد. بعد أن يذهب الرئيس ويغادر فندقه سوف يذهب إلى المحكمة الجنائية. بالعادة المحكمة الجنائية في منهاتن لها بابين، الباب الأول هو مخصص للقضاء والمحامين، الباب الثاني هو المخصص للمتهمين الذين يدخلون برفقة رجال الأمن، إضافة إلى المراجعين المواطنين العاديين الاعتياديين. لكن من أي باب سوف يدخل ترامب؟ الفريق الدفاع عن الرئيس ترامب قال بأنه ليس لديه مشكلة بأن يدخل ترامب من الباب المخصص للمتهمين، رغم أنه قال بأن الادعاء العام وافق له أن يدخل ترامب إلى المحكمة من الباب الأول. هذا دليل على صدق الرواية التي تتحدث فيها بعض وسائل الصحف المحلية من أن ترامب يريد هذه الفرصة، لا يريد الدخول من الباب الخلفي أو الباب الجانبي إن جاز التعبير أن نسميه، يريد أن يدخل كمتهم إلى المحكمة، لأن مثل هذه الصورة سوف تساعده وسوف تجلب له المزيد من التأييد مستقبلا إن تمكن من تجنب هذه الحثرة والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة. لكن ما سوف يتم بالداخل؟ بالعادة عندما يدخل يذهب إلى أخذ بصمة الأصابع وإضافة إلى تصويره وبصمة العين، لكن هل سوف يتم ذلك للرئيس ترامب؟ هذه الإجابة عن هذه الأسئلة ما زالت مجهولة، لا يوجد وسائل إعلامية محلية تتحدث بها، لكننا نراقب ماذا سوف يحصل بالغد بعد دخول الرئيس ترامب إلى المحكمة. طبعا سنتابع معك إياد غدا مجريات مثول السيد ترامب أمام هذه المحكمة. شكرا جزيلا لك إياد الجغبير، مراسل سكاي نيوز عربية مباشرة من نيويورك.